السجارة بقى أهم حاجة. لو يكون كيف احنا سجاد. احنا فقدنا الثقة تماما في كل ما له علاقة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن وما ينبثق عنها من قرارات. كل الناس دي احنا فقدنا الثقة فيها تماما. هؤلاء الناس احنا بنعتبر ان هم بيدوا وقت للعدو على ما يصف على بيت الخلق ويهد البلد ويكسرها. فين اقتراضهم إزالة هذا الكيان السرطاني؟ لما يجي مجلس امن ينعقد او ما ينعقدش، انا بتحرك بعقيده، العقيده دي بتحركني ان انا اعتقد ان اليهود دول هم بيحاربونا واحنا لازم نحاربهم، هم ما بيحبوناش واحنا لازم كمان ما نحبهمش. وشرفها السليم حتى